حضرتك. كنا محتاجين نتعرف الأول بحضرتك ونتعرف بالكومي دلوقتي. أهلا وسهلا بيكو، احنا مجموعة الكومي للتنمية المستدامة. أنا اسمي اللي هو حسام بدر الدين، مدير المزارع لمنطقة أبو غالب للكومي للتنمية المستدامة. احنا النهاردة شايفين ان فرصة جميلة جدا ان احنا ننزل على ارض الواقع ونبقى قريبين قوي من الجمهور المصري المهتم جدا بالمجالات الزراعية ومهتم جدا بالأنشطة الزراعية اللي احنا في المجموعة بنقدمها. احنا عندنا نشاط استزراع الطحالب، عندنا نشاط استزراع السمكي والجمبري، عندنا نشاط استزراع لطحالب الكلوريلا، عندنا نشاط استزراع النباتات الطبية والعطرية، عندنا منتجع نيرفانا موجود في الفرافرة على مساحة 3500 فدان، في جواه منتجع بيئي زراعي صحي. احنا مهتمين جدا بالاقتصاد الأخضر، مهتمين جدا بالزراعة اللي هي تعتبر حجر الزاوية والأساس في للمجتمع المصري. تستهدفوا تعاقدات معينة من معرض صحاري خلال الدورة الحالية؟ طبعا احنا وجودنا هنا عشان نبقى قريبين جدا من الجمهور وعشان نستثمر شغلنا اللي انت شايفه في السكرين الخلفي على أرض الواقع، نستثمره مع الجمهور ونستثمر تعاقدات في منطقة الفرافرة وعندنا في منطقة المغرة وكمان عندنا في منطقة أبو غالب. كل الأماكن بتاعتنا دي احنا بنستهدف فيها مشاركة الجمهور ومشاركة المستثمرين اللي بتبحث عن مصدر آمن للاستثمار وبتبحث عن مصدر عالي الفائدة الغذائية والمادية. في خطط انتوا حاطينها كمشاريع استثمارية خلال الفترة الجاية؟ طبعا احنا فاتحين الاستثمار معانا في الأراضي الزراعية اللي احنا بنديرها ونستصلحها في منطقة الفرافرة، فاتحين الاستثمار معانا في أحواض الطحالب السبايرولينا وأحواض الطحالب الكلوريلا ذات القيمة الغذائية العالية وذات القيمة الاقتصادية العالية. الاستثمار الأخضر والتوجهات للدولة خلال المرحلة الحالية مع مؤتمر المناخ اللي يتم عقده في شرم الشيخ في نوفمبر. طبعا احنا في الوقت الحالي سامعين كويس قوي موضوع التنمية المستدامة وموضوع 17 جولز بتوع الأمم المتحدة الخاصين بالتنمية المستدامة. احنا كمجموعة احنا بننفذ كل مشاريعنا بمفهوم التنمية المستدامة، ازاي احنا بنحافظ على قطرة الماء، ازاي احنا بندور المية، ازاي بنخلي المية تعدي على الاستزراع الجمبري ثم الاستزراع السمكي ثم يعد فلترتها ثم تنزل على الارض الزراعية، بحيث ان احنا ما عندناش مخلفات، ما عندناش، عندنا زيرو ويست، عندنا حفاظ على قطرة الماء على أقصى. إحنا بنحافظ على الموارد الطبيعية لجمهورية مصر العربية لينا وللأجيال القادمة إن شاء الله. أنتوا كشركة بقى المؤشرات الاقتصادية الخاصة بيكم خلال 2021 تستهدفوا كام مع نهاية العام المالي الحالي؟ والله إحنا كدراسات جدوى اقتصادية إحنا محققين تارجت بتاعنا في خلال 2021 وإحنا بنستهدف في نهاية الكوارتر الأخير في 2022 إن إحنا نحقق أكتر من المستهدف، أكتر من 100% من التارجت بتاعنا في 2022. إن شاء الله بالتوفيق لحضراتكم وكل سعداء. إحنا اتشرفنا بيكم وعايزينكم دايما معانا في كل مشروعاتنا، وأهلا بيكم في مشروعات مجموعة الكومي للتنمية المستدامة. أهلا بيك يا فندم.